أبغى أتكلم عن لبنان. لبنان البلد اللي حبيناها، البلد الجميلة. عندي أنا شخصيا أصدقاء من جميع الأنواع والأطراف والمرجعيات والدينية، كل هذا حبيناها، نصرف فيها المئات الملايين، مئات الملايين فيها. أهل الخليج كانوا كلهم يصرفون فيها، وين راحوا أهل الخليج؟ كلهم الحين في أوروبا، في بريطانيا، في المناطق الأخرى يروحون. لبنان اللي كانت تستفيد المليارات، عشرات إذا ما يكون مئات المليارات من مجلس تعاون الخليج، الحين ما في أحد يصرف هناك مع الأسف الشديد. هذا رقم واحد. رقم اثنين، كيف الدول العربية والدول العالمية تكون فيها سفارات هناك والحكومة فيها أعضاء من حزب الله المتحكمين فيها، واللي هما في قائمة الإرهاب، قائمة الإرهاب. فكيف هذا الدم الإرهابي يكون في الحكومة ونحن نقوم أن ندعم لبنان؟ يجب علينا السفارات كلها أن تقف تبتعد، وما يكون فيها سفارات لين تكون حكومة مدنية يرأسونها الناس المخلصين في لبنان مثل الرئيس سعد الحريري وغيره من الرجالات الموجودين اللي هم ما لهم علاقة بحزب الله، لأن في ناس أطراف سياسيين لهم علاقة قوية وتعاضد مع حزب الله. حزب الله في القائمة الإرهاب، كل واحد يقرأ، ما طلعت أنا من رأسي، هي موجودة في الجرائد، موجودة عندكم، موجودة عند حزب الله، موجودة عند كل الناس. لهذا السبب أطلب أنا من الدول العربية، خليهم لنا علاقة بالأخير، وخاصة مجلس التعاون الخليجي، أن نقف دعمنا للبنان حتى تكون حكومة حقيقية قادرة وبعد انتهاء من حزب الله. أما ندعم نحن ونصرف مليارات الدولارات على لبنان وهو محكوم بعصابة بإرهاب بإرهابيين، هذا لا يجوز. هذا نضحك على أنفسنا نحن، وهذا أكبر خطأ.